لقد عذب الروم امرأة اسمها شراتة العلوية، وساقوها سبية ونكلوا بها، وقد صرخت بأعلى صوتها: ومعتصمة ومعتصمة ومعتصمة. لبيك يا أختا، لبيك يا أختا، لبيك يا أختا. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، الب ارسلان والفاتيح عثمان، وابنة شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوسا. إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحن الرؤوسا، نحن الرؤوسا. لم تكن صرخة في واد، بل كانت صدى عابرا للأزمان، ولا يزال يتردد وهجه في المسامع عابرا شرفات التاريخ وأمواج الأيام، ليستقر في رئة الإباء العربي والنجدة الإسلامية. ذات صباح من أيام بغداد المفعمة بالعطر والآمال وعبق الخلافة العباسية، يخطو أعرابي غليظ الحذاء مغبر العمامة، ويلقي التحية على الخليفة المعتصم ابن هارون الرشيد. يقول: كنت يا سيدي أمير المؤمنين في سوق عمورية، فإذا بامرأة عربية في السوق مهيبة جليلة تسحل إلى السجن. فصاحت المرأة في لهفة: ومعتصماه، ومعتصماه. وتقول رواية أخرى أن الأعرابي قال له: يا أمير المؤمنين، كنت بعمورية فرأيت امرأة عربية تساوم علجا من الروم في بضاعة، فاختلفا عليها فصفعها على وجهها، فصرخت المرأة بأعلى صوتها: ومعتصماه. فضحك العلج الرومي وقال لها: انتظريه، انتظريه حتى يأتيك على حصانه الأبلق لينصرك. ومهما اختلفت الروايات وتعددت، فالثابت من موجز الخبر أن استغاثة تلك المسلمة المكلومة ترددت أصداؤها في قصر الخلافة، وحركت مشاعر النجدة في الخليفة العباسي المعروف بالإباء والعزة والقوة البدنية، حتى وصفه بعض خاصته بأنه كان يضع ذراع الرجل بين إصبعيه ثم يكسره. كان حصانه الأبلق يعلك لجامه جامحا لولا أن سائسه يداريه. إن دماء هؤلاء الضحايا لا يحمل وزرها توفيق وحده، إن وزرها هنا. أنا المسؤول عن هؤلاء الضحايا أمام الله إن لم أثمر لهم. أنا خليفة المسلمين وأنا إمامهم، المسؤول عن حمايتهم. وليست عمورية إلا واحدة من معارك رمضان ذات التاريخ الأصيل في الانتصار. وعلى مشارف عمورية اليوم المعروفة بهدوئها واحتلال المساحات الخضراء لأكثر من نصفها، جرت إحدى أكبر المعارك العابرة للتاريخ بين المسلمين والروم. لم تكن شرات العلوية الهاشمية إلا واحدة من أكثر من 1000 أسيرة قادها في أغلال الذل والإهانة، قادها إمبراطور الروم الشاب
المغرور، وقد شقت صرختها سماء التاريخ قبل أن تقع في قلب الخليفة، ليحرك بسببها جيشا ضخما قوامه 90,000 مقاتل من نخبة المسلمين، ويقودهم خيرة القادة العسكريين للدولة العباسية التي كانت يومها مجتمعا متعدد الأعراق والألوان وحتى الأديان، يستظل تحت راية الإسلام بحكم بني العباس. لكن صوت شرات لم يكن إلا ارتفاعا لموجات الصدى الأليم الذي تردد طيلة سنوات على حدود الخلافة منذ انطلاق فتنة بابك الخرامي الذي كون جيشا عظيما وقام له نحلة عقائدية بالغة التعقيد، فيها إيمان شديد بالحلول وتناسخ الأرواح وعداوة مفرطة للإسلام والمسلمين. وطوال عهد المأمون كانت فتنة بابك تقض مضاجع المسلمين، خصوصا أنها استطاعت إيقاع ضربات مؤلمة بهم في أماكن متعددة، وقد استطاع المعتصم أن يخمد نار بابك الخرمي وأن يشتت شمل أتباعه، لكنهم نجحوا في الاتصال بإمبراطور الروم فأوهموه بأن الطريق إلى بغداد سالكة وسهلة، فجهز الرجل جيوشه الفاتكة التي عبرت أمواج الدم وأقامت جسورا من الجماجم والدموع. وقد كانت بعض أطراف الدولة الإسلامية مثل مدن خط الشام المحاذية لتركيا الآن أكثر المدن عرضة لعدوان إمبراطور الروم، حتى إن مدينة ملطية لوحدها شهدت أسر أكثر من 1000 امرأة مسلمة بعد تقتيل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال وتشويه أجسادهم بالتقطيع والتعذيب الوحشي. وكانت شرات العلوية الهاشمية إحدى هؤلاء النسوة اللواتي سامهن الإمبراطور الرومي وجنوده سيف العسف. وعلى الضفة الأخرى للتاريخ والضمير انطلق جيش المعتصم، فكانت معركة عمورية. لا عاش ابن هارون الرشيد إن لم يثأر للأطفال والشيوخ والنساء، لا عاش المعتصم إن لم تجد المسلمات من يحمي أعراضهم. تقع مدينة عمورية الآن في نطاق الأناضول في جنوب غرب العاصمة التركية مدينة أنقرة، وتحمل اليوم اسم سيف لحصار، وتعيد المصادر العربية القديمة اسم هذه المدينة إلى السيدة عمورية بنت الروم. المهم، تغفو المدينة في أحضان شاطئ بحر إيجة، وقد أصبحت بلدة ذات قضاء محليا مستقل منذ عام 1884، وتتبع لها 9 قرى ريفية منتجة وتشتهر بغطائها النباتي وهدوئها وجمالها. وربما لا يدرك كثير من نساء سيف لحصار وهن يجتمعن في سوقهن الأسبوعي أن مدينتهن الهادئة كانت على موعد في رمضان في عام 223، كانت مع موعد مع أكثر حوادث الأيام صخبا وضجيجا، عندما دك المنجنيق عنفوان السور الشامخ الذي حمى المدينة لقرون قبل أن يخرجها طغيان الإمبراطور إلى مواجهة جيش المسلمين أنصار شرات العلوية وجنود المعتصم. عندما بدأ المعتصم تجهيز جيشه تداعى إليه المنجمون من كل حدب وصوب يؤكدون خطر إقدامه على خطوة الغزو في فترة الصيف والحر، داعين إلى التريث حتى يحين نضج التين والعنب وتساقط الثلوج وبرد الأيام، وكأن الغزو رحلة سياحية. غريب أمركم، تشغلون الدولة بالجدال، أليس عندكم ما هو أبعد من الكلام؟ ألا تهتمون بقتال من ظهر كفره من الروم وغيرهم؟ اختار المعتصم لغزوته أمنع وأصعب مدن الروم كما يروي ابن كثير في تاريخه، فتوجه إليها لأنها قلب مدائن الرومان وقلعة مجدهم الذي لم يستطع أي غاز ولا فاتح أن يقترب منها. ويتحدث ابن كثير عن عدة الجيش وعتاده وضخامته قائلا: قال المعتصم للأمراء: أي بلاد الروم أمنع؟ فقالوا: عمورية، لم يعرض لها أحد منذ كان الإسلام، وهي أشرف عندهم من القسطنطينية. ولأنها كانت كذلك فقد تجهز المعتصم للحرب جهازا لم يجهزه أحد كان قبله من الخلفاء، وأخذ معه من آلات الحرب والأحمال والجمال والقرب والدواب والخيل والبغال والسلاح شيئا لم يسمع بمثله، وسار إلى عمورية في جحافل أمثال الجبال، وبعث الأفشين حيدر بن كاووس من ناحية سروج وعبى جيوشه تعبئة لم يسمع
بمثلها، وقدم بين يديه الأمراء المعروفين بالحرب، فانتهى في سيره إلى نهر اللسة وهو قريب من طرسوس، وذلك في رجب من هذه السنة. وزع المعتصم جيشه إلى فرقتين وتولى بنفسه قيادة إحداهما، وجعل على الأخرى قائده المشهور الأفشين. وقضت الخطة بأن ينقض الطرفان على المدينة انقضاض أجنحة النسر الكاسر حتى تتحطم قوتها تحت ضرباته. وكان نصيب الأفشين مواجهة قوية مع إمبراطور الروم الذي يسمى في المصادر العربية توفيل، وذلك في 20 من شعبان في عام 223 هجريا. وانتهت المواجهة بهزيمة ساحقة لجيش الروم الذي بادر بالعودة إلى القسطنطينية لتدارك ما يمكن من خسائر. بدا في الأفق أن سقفها وفضاءها يتمدد تحت أقدام المسلمين. وفي القسطنطينية أشيع مقتل الإمبراطور، فثارت الفتنة وتخلخلت قوة الجيش، وأصبح الإمبراطور مرغما على الاعتذار للمعتصم، حيث راسله مقدما اعتذارات مطولة عن جرائمه ضد أهل ملطية، ولكن بعد أن فات الأوان. وكان المعتصم حينها يواصل سيره نحو عمورية حتى وصلها صبيحة يوم الجمعة، ففرض عليها حصارا شديدا، وجعل مقابل كل برج من أبراجها حامية عسكرية، وواصل قصفها بالمجانيق بكرة وعشية، قصف أحال الليل إلى نهار من شدته وقوته وكثافته. لم ترعب العدو فقط، بل أرعبت جميع من كان في المنطقة، وجميع من رأى القصف بالمجانيق، وجميع من شعر به، وجميع من أحس وسمع به. ظل المعتصم يرشق الأبراج والحصون والسور إلى أن انكشفت له ثغرة ضعيفة في السور، وكانت هذه الثغرة بوابة الفتح. حاول حاكم عمورية الاستنجاد بالإمبراطور، لكن رسوليه الذين أرسلهما طلبا للنجدة وإشعارا بخطة الهجوم المباغت وقعا في أيدي المسلمين، ووقعت معهما آخر أحلام الصمود والمقاومة والتصدي. غنم المعتصم في سيره إلى عمورية عددا هائلا من الأغنام، فوزعها على جنوده في مأدبة ما قبل الفتح، وأمر جنوده بأن يملأ كل واحد جلد شاة من الرمل ويلقيه في السور، فتهاوى سريعا تحت أطنان الجلود المحشوة بالرمل حتى تحولت إلى جسر عبرت عليه الخيل والمشاة، وتهاوت تحت صهيل الخيل، وتهاوت تحت تكبيرات الجيش المسلم، جيش المعتصم الذي توجه إلى عمورية، الجيش الذي لا يقهر. ولما رأى المعتصم عمق خندقها وارتفاع سورها، أعمل المجانيق في مقاومة السور، وكان قد غنم في الطريق غنما كثيرا جدا ففرقها في الناس كما قال ابن كثير، وأمر أن يأكل كل رجل رأسا ويجيء بملء جلده ترابا فيطرحه في الخندق، ففعل الناس ذلك، فتساوى الخندق بوجه الأرض من كثرة ما طرح فيه من الأغنام، ثم أمر بالتراب فوضع فوق ذلك حتى صار طريقا ممهدا، وأمر بآلات المنجنيق وآلات الحرب أن تسير عليه حتى يصبح طريقا ممهدا للغاية. وبينما الناس في الجسر المردوم إذ هدم المنجنيق ذلك الموضع المعيب، فلما سقط ما بين البرجين سمع الناس هدة عظيمة، فظنها من لم يراها أن الروم قد خرجوا على المسلمين بغتة، فبعث المعتصم من نادى في الناس، إنما ذلك كان سقوط السور، ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا، لكن لم يكن ما هدم يسع الخيل والرجال إذا دخلوا، وقوي الحصار وقد وكلت الروم بكل برج من أبراج السور أميرا يحفظه، ومع انهيار السور تعالت التكبيرات، ودخل سيل جيش المسلمين، وقبض المعتصم على حاكم عمورية الذي نزل من حصنه متقلدا سيفا، فوضع السيف في عنقه ثم جيء به حتى أوقف بين يدي المعتصم فضربه بالصوت على رأسه، ثم أمر به أن يمشي إلى مضرب الخليفة مهانا إلى الوطاق الذي فيه الخليفة نازل، فأوثق العلج الرومي هناك. وبدخول المسلمين للمدينة وسيطرتهم عليها والقبض على حاكمها، انتهت معركة عمورية بنصر مؤزر للمسلمين، حيث غنموا من عمورية أموالا لا تحد ولا توصف، فحملوا منها ما أمكن حمله،
وأمر المعتصم بإحراق ما بقي من ذلك وبإحراق ما هنالك من المجانيق والدبابات وآلات الحرب لئلا يتقوى بها الروم على شيء من حرب المسلمين. ثم انصرف المعتصم راجعا إلى ناحية طرسوس في آخر شوال من هذه السنة، ولم يخلد نص تاريخي معركة عمورية مثل ما خلدها أبو تمام الشاعر الحكيم الطائي الذي رافق الجيش الفاتح من التخطيط إلى التنفيذ إلى الأوبة المظفرة. وقد دخلت قصيدته الشهيرة أرحام الأيام وتناسلتها السنون وهي تضج في الدواوين وعلى ألسنة الخطباء. لم يطل أبو تمام قصيدته بمقدمة، بل دخلها فارع الحكمة وهاج البيان مسقطا سطوة التنجيم ومتوجا السيف والرمح على عرش البيان والاقتدار، فيقول: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف فيه، متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب، أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غربي، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب، يا يوم وقعت عمورية صرفت عنك المنى حفلا مسعولة الحلب، أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صبب. وردا على المنجمين ومن سار في ركبهم ممن نصحه ألا يغزو في الصيف بل ينتظر نضج التين والعنب، يقول: 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. ربوا معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. واستقبل المعتصم في بغداد استقبال الأبطال، أما إمبراطور الروم فقد عتى عليه سيف المرض والانهيار النفسي، وظل يتردد بين نكبة نفسية وأخرى حتى توفي بعد 3 سنوات من فتح عمورية، وهو ما يزال فتيا في 30 من عمره.